الحوار راح جميل. وانت بقى حطنا الشح حطنا دابا لونطري زعلوك مش كيف كنا كلش تزعلوك. ايوا دابا حطونا الطويجي تفعتهم لا دابا تاع الصحه والراحه. زوين حيت فيه البلوك هذا غلاس وهذا شنو هو شوكولا فون شوكولا فون زوين مبنيش ولكن كلب المحسن دابا راه فيه كوبيد كوبيد فهمتي طبعا عارفين بس كلب المحسن فين هو المحسن محسن شي زوين لا بغيت كنتي قبيله ما بينش زعما هكا تاكل انا اصدق كاين هنا واحد صال هنايا فيها التلفازة و التسليلات هاتي داكشي طغالي سيوفي خاف نستعملو الحدا الجاي اللي بغى يدخل يجلس هنا زعما يهز شي كتاب ويجلس يقرا يرتاح. الحقيقة هنا كترتاحي كتجيب الراحة ديالك شوية كدي شوية ديال القهوة باش ديكور هذا زوين ترتاحي النفسية ديالك. قابل مع لابيسين صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم في صباحكم. ايوا هذا الصباح حنا جبنا هنايا جبنا بخير على خير الصباح صبحنا نفطروح دا لابيسين زوين تبارك الله كلشي موجود. ايوا بالصحة والراحة الجميلة بون ابيتي شربوا حسيوة حسيوة ديال البولة هذا الأومليت الطريقة الهندية والطريقة شحال من طريقة دالك باش كنا نسربنا باقي واحدة الطريقة أخرى الطريقة المغربية صح هي هذه
طريقه هنديه، طريقه مغربيه، طريقه تركيه. تبارك الله كيطيبوا البيض واعر، تبارك الله شي زوين. لاباس حسنا؟ لاباس الحمد لله بخير. مستقبلو لا مزيان، كلشي زوين، كلشي زوين. شنو حاجه اللي ما عجبتكش؟ حاجه اللي ما عجبتني شنو هي باقي لا على جالي كلشي زوين دابا. الشيء ديال البارح زعما زوين. خديجه بغينا الدراري والله الا بغينا، يعني حرمنا من الله يجيب الرزق، ان شاء الله نجيو ثاني. ان شاء الله في هذه المره على حساب. نديرو شي رعه الطبلات ولا خمسه ديال الطبلات. وحك الله صافي. ايوا المهم الله يصور. خواتاتي وزنا واحد النهار زويوان، وكنشكر خوتي، نشكر كلشي اللي دار معايا هاد النهار هذا اللي دوز معايا هاد عيد ميلاد. كنشكر اختي بزاف بزاف على المفاجاه ديالها، وكتشفنا هاد المكان الزوين اللي كاين في بلادنا وما عمرنا شفنا اول مره. وها مالكة حتى هي قالت لك عجبها هنايا. عجبنا والله العظيم، الله يكثر خيركم. زوين هنا تجيو لي والله شي عجبكم ياك بعدا. زوين والله الا منظر زوين. دابا جمعنا حوايجنا غادي نمشيو، والله ما سخين ما سخيناش ياك. ما سخيناش مره اخرى ان شاء الله. ايوا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. ومرحبا ألف مرحبا، كنشكر الجميع، كنشكر سميه. نعم شي كلمه. وصراحه خاصكم تجيو تكتشفوا هذا المكان اللي بغى يرتاح ويحيد الروتين ديال الخدمه وديال الاعصاب وديال الحياه، يجي ياخذ ليه واحد الويله ويرتاح مع راسو، يتمنظر ويرتاح مع الطبيعة والهدوء وتسمعي الطيور. يا الله تبارك الله عليكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. شكرا على خوتي وعلى ولدي وعلى راجلي وعلى الجميع، كنشكر الجميع. الله يحفظكم وتبارك الله عليكم، مرت لكم ساعة الخير. إلى فيديو قادم إن شاء الله مع يومية أم مروة.